ليك، وانا يعني برضو يعني تابعناه وكنا قاعدين بنتفرج. انت حاسس ان انت يعني فرقتك كامله الصفوف، حاسس حراسه المرمى بتاعتك، يعني كلمني احساسك، انت حاسس ان انت فعلا الفرقه تقدر تنافس على البطولات ولا لا؟ لا حاسس، ما تحسيس حسيت بالفرقة ممتازة، عندها إمكانيات كبيرة، شوية وقت متاع انسجام متاع تعود على اللعب مع بعض وكل، خاطر في برشا لعيبة كانوا في المنتخب فترة صغيرة، إن شاء الله متاع تدريبات متاع نتكلم مع بعض في كرة اليد في الأمور الفنية إن شاء الله، والأداش يتحسن إن شاء الله من مباراة لمباراة إن شاء الله. كابتن، أنت متابع علي معلول ولا لا؟ علي معلول معلولو بتابعه؟ لما جيت للنادي الكل يحكيوا على معلول. طب ما قابلتوش انت لغايه دلوقتي؟ لا ما خبرتوش. هتقابله؟ طب انت كنت في تونس متابعه ولا لما جيت؟ يعني في تونس ما كناش، هو خاطر كان بعيد في صفاقس وانا في العاصمه تقريبا. انا عايز اقول لك علي معلول معشوق الجماهير هنا حبيبنا. يعني علولو لسه بيقول لك، يعني بقول لك يعني التوانسه هنا، وامين رزيق لعيب الباسكت لعب معايا هنا وانا شرفت لعبت معايا طبعا وخدنا دوري. يعني اللعيبه التوانسه هنا في النادي الاهلي بالذات بيبقى ليه